رمضان ليس عصا سحرية، رمضان مش عصا سحرية. اول ما رمضان هيجي الدموع اللي ما انهمرش منها دمعة واحدة طول السنة فجأة هتقع، القلب اللي ما تحركش بالمواعظ فجأة هيلين، المصحف اللي ما كنتش بتقدر انك انت تجيب نص ساعة تلاوة مستمرة هتقدر انك تقعد ساعات تقراه، القرآن اللي ما كنتش تقدر تختمه في شهر هتختمه 5-6 مرات في شهر رمضان لوحده، الايمان اللي كان فيه فطور في القلب هتبدأ، الصلاة اللي كان 3/4 سرحان هتبقى كلها خشوع فجأة. مين اللي قال الكلام ده؟ الليل اللي كان ما بيتصلاش فيه حتى الوتر هيبقى كله صلاة من أوله لآخره. مين اللي قال الكلام ده اخوانا؟ رمضان ليس عصا سحرية هتغيرك وهتحولك. هتنشط لك يومين في الأول باعتبار انه موسم، وبعد كده هتنام وهتحج الباقي الايام وهترجع تسخن تاني على اخر رمضان، وعلى ما رمضان يجي يخلص هتلاقي نفسك بدأت تسخن وخلاص، وعلى ما تبدأ الدموع تنزل بجد من العين والايمان يزيد بجد في القلب هتلاقي مفتي الجمهورية بيقولك استطلعنا اهل الشوال وعليه العوض، وكل سنة وانت طيب.